الشاب اللي عنده موهبه ديال لومور كيدير سكتشات، بغيتكم تعاونوه لانه اول مرور ديالو في التلفازه، بغيتكم تستقبلوا معايا بتصفيقات كبيره كبيره بزاف لانه محتاج فعلا التشجيعات ديالكم. ابراهيم بن موسى. السلام عليكم. معكم ابراهيم بن موسى ولد الكريان. الكريان راه ما بقاش، انا اللي باقي. وهو قال لك شحال ملي كان الكريان، قال لك المخير فينا كان كيتغدى مع الربعه، وشو مشى في التلفازه كتقول لك حنا اليوم غنحضروا اكله خفيفه وسهله في متناول الجميع، مع مرة بجوج خرفان، ماشي كبار ماشي صغار، ديال 40 الف ريال. وفاش كتسالي كتقول لك على ذوقك انساتي، واحد جدي كيبقى يتفرج كيسمع قالت على شهية طيبة كيقول لي نجيب واحد قرعة المونادة وما تحركهاش في الطريق راه نحل تشتش نتشتشك. انا باش كتعجبني شوميشة ولات كتجيب لك الفنانة، ديك النهارية جابت البيكي طيب معاها، ساعة ما قدومش الغدا. داروا جوج حلقات هما الصراحة ثلاثة. جبت الحمداوية ويا دات غني لها أنا بعدا مقابلة الغدا لا يتحرق. أنا أمنيتي نشوف شوميشة جابت بن كيران. عيطات لي قالت لي السي بن كيران بغيناك تجي طيب لينا، وقول لها أنا بعدا راه طيبتوني أنا بعدا طيبتوني ولاني تواضعا مني غنجي، واش فهمتيني ولا لا؟ مشاو عند مول الحانوت تيتقدا وقال لي اعطيني واحد السيطرو ديال الزيت، قال لي راه ب 10 دراهم، قال لي ويلي شكون زاد فيه؟ شكون زاد الزيت؟ انا بس انا الامنيه ديال الشعب المغربي هو يشوف شي ناريه شوميشه تحرق لها الغدا. انا بعدا تخيلوا معايا شوميشه تحرق لها الغدا شي نهار، جدي كيتفرج، جدي ما عمرو صفق لا في صواري لا في مسرح لا في التلفازه، غيشوف شوميشه تحرق لها الغدا غينوض. ولا ولا حركتيه داكشي اللي بغينا، يلا نحسي القوه من دابا. ولكن راه ما كايناش شي مراه مغربيه ما عندهاش واحد الدفتر ديال 100 ورقه كتقيد فيه المقادير، انا الوالده عندها داك الدفتر، ولكن دوك المقادير حدهم كيبقاو في داك الكتاب. واحد النهاريات نهار الوالد قال لي لا انا من اليوم انا اللي غنقيد المقادير وانا اللي غنتفرج في شوميشه. مريح مقابل كيقيد في المقادير، لونسات نص كيلو ديال الزيت، ربعه ديال الفورس، ربعه ديال السنيده، وصل داكشي الغالي اللوز، هو يقول لي ولدي هاد السيلو مالو بدا يقطع؟ ما عرفت مالو كيقطع. اويا تلونسي جوج كيلو ديال القرقع، هو يقول لي دير سامحيني راه ما نار مظلومه. انا بعدا كنفتخر بالكوزينه ديالنا حنا. انا كنفتخر بها حتى حنا عندنا دوك المعالق الطوال اللي عند شوميشه، ماشي هي اللي عندها، وليني ما كنطيبوش بهم. بعض المرات كيحكك ظهرك والله العظيم اللي كيخديو الغاره. ميرسي ابراهيم بن موسى. ابراهيم خليك معايا ابراهيم، بارك الله عليك، برافو عليك. ابراهيم بن موسى في اول مرور ديالو في التلفازه، اولا كيف جاك هذا الجو كامل؟ تبارك الله على هذا الجمهور الكبير، استحقوا هذه التصفيقات كبيره، بارك الله عليك. الله يحفظك. غادي نسولوا الضيوف ديالنا كما كتعرف، معنا تبارك الله سي سويلح، معنا سي زكريا، سي عصام، يسار، عمر. عمر كي جاك ابراهيم؟ ابراهيم اخويا غنوض غنسلم عليك. شكرا. وغنتصور معاك. تصوروا كاملين يلا. تبارك الله على حدك. سويلح انت اللي كنتي في اللجنه ديال التحكيم، شنو رايك في ابراهيم؟ واش غادي نقول لك سي ابراهيم، حنا بعدا حتى حنا باقيين كنتعلموا، لاننا اللي عطينا الراي ديالنا غنعطيو كاخوان وكاصدقاء ديالو. سي ابراهيم زوين، عنده ما يتقال، غير هو اول ظهور راه كتكون فيه حاجه باينه حتى حنا براسنا، راه من بعد هذه التجربه الطويله باقي كطلع سيرسان، كتحس بانك مرتبك، وهذا مي تبارك الله عليه، عنده واحد الموهبه زوينه، خصو غير يزيد يجتهد شويه وتبارك الله عليه. شكرا سويلح. شكرا ابراهيم بن موسى، ومسيره موفقه ان شاء الله، نكتشفوا ادوار اخرى ولما لا في اعمال اخرى ان شاء الله.
غادي نواصلوا البرنامج ديالنا وغادي نشوفوا الصور اللي غادي نشوفوها دابا اكيد غادي تعجبكم. كيفاش نصبر ونداري كيفاش نصبر وانا يا امي مقلوبه وانا يا امي مقلوبه بين الناس يا عطاري كيفاش نصبر لامي ما داعي بالتوبه لامي ما داعي بالتوبه صبارا امي صبارا منتي صبارا انا صبارا لكن ما بدي حلا لكن ما بدي حلا لمحلك بالإشارة لمحلك بالإشارة تاك سيبلي وسيلة الله سيبلي وسيلة. صور ديال سلمى رشيد قبل ما تدوز امام لجنة التحكيم في برنامج عرب ايضا عقلتي يا سلمى على هذه الصور؟ بيان سور في الكاستينغ. الله بقيتي فينا بالله. سينا في الكاستينغ كنا باقي ما دخلناش لقدام لي جوري وهذا على حسب يعني هنا ما كاينش شي حاجه سميتها سلمى رشيد باقي جبتي بحالك بحال تقريبا كاع الشباب اللي كانوا مشاو. اكيد اكيد كانت عرفتي واحد الحاجه احسن اجواء كتكون في البرنامج كامل هي هذيك الاجواء ديال الكاستينغ ما كتكونش عارف فوالا كيكون كل شيء ما كيكونش واحد ستريس بعدا كاين كبير ماشي بحال ايامات اللايف وهذا كيكون صافي خصوصا فاش كتكون انت الممثل ديال بلادك كتولي شويه ديال الاعصاب والتوتر وهذا. صغير حكي جاتك سلمى كانت كتغني كانت كدير التسخينات قبل ما تدخل للصوت كي جاتك؟ والله الا انا صحاب شي حد كي هذاك كنا غندوروا نجمعوا لها مع الاخوان. السيده ملي دخلتي وتباركت شير عليها ما راه عيتي ما حشمتيش طلعتي عليه وبقيتي على بالي بالراس مسكينه. يلاه عرفتي اش غدير قبل ما نساليو البرنامج ديالنا حيت غادي نصلحوا صويلح مع سلمى. صالحوا لا عافاك عافاك انا عارفك عينك فيا ملي دخلتي البرنامج غادي 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 نحي لكم البرنامج الخيط الابيض على وعسى يلقاو لكم الحل. صافي الحلقه الماجيه ان شاء الله غادي نشوفوا سلمى رشيد وصويلح في الخيط الابيض واخا والصلح خير. يلا تبارك الله عليكم غادي ندوزوا الان للمسابقات والالعاب واللعبه الثالثه غادي نلعبوا دابا جمد. مشاهدينا اللعبه اللي غادي نلعبوا الان هي لعبه جمد وكما كتشاهدوا الفرق بجوج والمشاركين ديالنا بجوج غادي يشاركوا في هذه اللعبه هذه. المطلوب منهم غادي نعطيوهم مقطع موسيقي غادي يكون مطلوب منهم خلال المقطع انكم تشطحوا وتحركوا كيف ما بغيتوا. بمجرد ما نحبسوا الموسيقى غادي كل شيء خصو يجمد. متفقين؟ زكريا كضحك مالك. يلا نعطيو الانطلاقة 3 2 1 ميوزيك. يلا سيدي تحرك. ايوا سي اللجنة غير هو الله يرضي عليكم شطحوا من نيتكم. سي اللجنة شكون اللي تقصى في هذه المرحلة؟ عصام كمال هو اللي تقصى. عصام كمال ما حلفكش الحظ شكرا. وكل شيء شطح من نيته ما تمثلوش مشينا. لا لا يسار يسار كي تقصى بلاد تحركي شويه غير تمشي ماشي بلاتي السجن الله يخليك بلاتي الله يخليك هاد العناصر هادي زعما خليك جامد اسويلح اش كدير خليك جامد خليك جامد. انا بغيت المخرج ديال البرنامج يركز ليا على عمر لطفي على تمثال الحريه. تبارك الله عليك سلجنا ما كاينش واحد
اللجنة اسمح لي الله يخليك غادي الآن سي اللجنة واش كتشاطرني الرأي غادي نقلبوا العملية بالتالي القانون غادي يتقلب فاش نطلقوا الموسيقى كلشي جمد وفاش ما تكونش الموسيقى كلشي اشطح سير سيدي يلا مشينا يلا تفضل كلشي مقصي كلشي مقصي لانه كلشي سجنا كيقول لي بانه كلشي مقصي تبارك الله عليكم سويلح عمر لطفي زكريا عفوف سلمى رشيد عصام كمال ويسار شكرا تبارك الله عليكم مشاهدينا اللعبه ديال الجمد كيف ما شفتوا سالات وغادي نشوفوا سي اللجنة والراي ديالو في هذه اللعبه هذه وشكون اللي فاز وشكون اللي ما فاز سي اللجنة يا خويا هذه هي اللعبه اللي كنقول كلشي غادي يربح فيها لان زعما فيها الشعبي ولكن مع كامل الاسف كلشي حشمني حتى واحد ما ربح في هذه المسابقه هذه حتى واحد اذا غادي نخرجوا نتيجه البياض في هذه اللعبه هذه ولكن السي اللجنة واش كتشاطرني الراي عمر لطفي كان متميز في هذه اللعبه هذه فوالا يلاه كنقول عمر لطفي عنده سوابق الشعبي برافو عليه ما عندي ما يسالو هشام وانا ما كرهتش تقول لي الشعبي ودابا ويورينا شي طريح يلا 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 تفضل يلا انعزلوا ابرز العناصر نزيدوا معاهم سويلح علي سويلح شوفوهم هما عاد تشوفوني انا غادي نديروا ابرز العناصر نشطحوا اللي فيهم عمر لطفي عمر لطفي يسار وسويلح والجمهور هو اللي غادي يحكم عليهم يلا سير اسيدي الله عافاكم سيروا جبيس سيروا جبيس يلا رجعوا لبلايصكم تبارك الله عليكم سويلح عمر لطفي ويسار مشاهدينا الصور اللي غادي نشاهدوا الان هي الصور ديال الفنان عمر لطفي نشاهدوا الصور ونرجعوا عرفتي شكون انا قال لي مزيان ما تنساش روبرت دينيرو يو مركوه ميلا ريح اصحابي المسالة حتى اصحابي داكشي ديال تخاف من الدجاج طب تجي وكتخاف من الدجاج انا هلا انا عاوتاني هكا الدجاج تا هو حطو اصاحبي فلان الخلاع والخلاع بونتو هادي كوم ستاي الوغ توي بيكو كامبر الكامبر سي سول انا بروبليما ديال الكامبيو L'importante è che non vai a sbattere contro un muro. Novità? Novità. La settimana prossima avrai il tuo foglio di soggiorno di 2 anni. Grazie, grazie avvocato. شاهدنا هي من فيلم واش عقلتي على عادل عمر واش عقلتي على عادل وعقل عليا انا تيتي سوفيان عادل كان الفيلم ديال محمد زين الدين
كانت لا سورتي ديال دو فيلم بالنسبه لي انايا. خرج لي كازا نيغرا وخرج لي واش عقلتي على عادل. نعم باسكو الفيلم اللي كنمشي لشي فيستيفال كيكون عندي دو بروجيكسيون بحال في دبي كنا كنبريزونطيو الفيلم ديال كازا نيغرا وبخي كنمشيو للفيلم ديال تيتو سفيان دادي. دونك عندي الحمد لله كنشكر الله سبحانه وتعالى اللي عطاني هاد لا شونس ديال انه يكونوا عندي دو فيلم اللي كيخرجوا لي او ميم طون وكيعرفوني بهم الناس. ومثلتي بالطلياني يا زعما كتهضر وي نمثلت بالصويلح الشينويه. انا عارفك طلياني. اش معنى طلياني هذيك راه جوج كلمات تحفظهم على صباك تيتي شكون ما يعرفك وقتي تا خويا عمر واش كتهضر فعلا بالطليانيه ولا غير لا لا اش نقول لك لي تاكس اللي كانوا عندي كانوا بالطليانيه باسكو الفيلم مشيت كنخدم كان معايا ان كوتش تما كان كيخدم معايا لي تاكس و كنت كن بحال قلتي كنخلي راسي بدا نغني بالتكست يا بخي كنقلب على ديك لا طوناليتي ديال النغمه هذيك النغمه ديال لي زيطاليان ومن بعد ملي كنفهم الكلام كنولي كنمغربو ماشي كنردو طالياني ملي كنهضروا مغربي تيفكر مغربي كيفكر كيدير بالطاليانيه. نعم تبارك الله عليك عمر لطفي. شي حد بغى يقول شي حاجه زعما على هذا الباساج هذا ديال عمر؟ هذا كذوب هذا اش غنقولوا ليه؟ علاش كذوب راه السيد فعلا راه مثل بالطليانيه؟ الا بغيتي انا عارفك انت تهضر بالطليانيه مزيان دير معاه شي حوار دابا يلا هضر معاه. ها هو على طرورو على مالاطو ها سباغيتي مارماريسا كازا باراتا باريس بارانتي سبيس بيري كاليسيلانتا واش ترى فوق ما حاس فيه يلا ورينا احنا هنا بالطليانيه. تبارك الله عليكم. كانت هذه الصور ديال عمر لطفي فيلم واش عقلتي على عادل مشاهدينا. الله يجازيك بخير. ما ننساش نشكر كذلك محمد زين الدين. محمد زين الدين بطبيعه الحال المخرج الفيلم. ديال الفيلم واش عقلتي على عادل. تحيه ليه وتحيه للامين كذلك اللي لعب معك امين ناجي اللي لعب معك الدور كيف ما لاحظنا. تبارك الله عليك عادل. تبارك الله عليك عمر. تقمصتي تلمون الدور تتخيلتك عادل. انا عندي عادل في واش عقلتي على عادل وعادل في كازا نيغرا. عادل في كازا نيغرا دونك ما فكرتيش تبدل تحيد عمر كاريمون تخلي عادل؟ لا باقي عمر باقى. تبارك الله عليك. كانت هذه الصور ديال واش عقلتي على عادل اللي شارك فيها عمر لطفي. مشاهدينا دابا غادي ندوزو لاخر لعبه في البرنامج واللي هي لعبه الفرقه الموسيقيه ديال الكوزينه. مشاهدينا كما كتلاحظوا الان حنا مستعدين باش نجريو لعبه ديال الفرقه الموسيقيه ديال الكوزينه. الالات الموسيقيه هي هذه كما كتلاحظوا. غادي نطلب من الفريق الاول باش يلتحق بيا عصام كمال زكريا عبوب وسويلح الفرقه الموسيقيه. تفضلوا معايا غادي نطلب منكم باش تاخذوا الاماكن ديالكم بعدا في انتظار انني نشرح لكم قانون المسابقه. وقانون المسابقه غادي نعطيوكم مقطع موسيقي نتوما كيخصكم تحفظوه وتعقلوا عليه. حنا غادي نحبسوا الموسيقى وغادي يكون مطلوب منكم باش تعاودوا لينا نفس المقطع بهذا الاواني اللي عندكم. مفهوم؟ مفهوم. مفهوم؟ ميوزيك. سمعتوا المقطع؟ سمعتوا المقطع عصام؟ سمعنا. يلا غادي نخلي لكم واحد 10 ديال الثواني تفاهموا فيها شكون اللي غيدير شنو وعطيونا يلا. هاد الماتيريال عادي العونيه ديرها ضرب هذيك هذيك افرض. يقضي يقضي اسوي شي راه هذه الحنيه البيضاء راه كنا بريال واش دير ما تنساوش بانه سي الجنه راه كيتصنت وهو اللي غادي يحكم واش قلدتوا المقطع مزيان ولا لا. عندكم هذه يلا عصام زكريا سويلح نعطيو انطلاقه ثلاثه جوج واحد تفضلوا. سويلح
كنظن بانه الراي ديال الجمهور باين، ولكن غادي نشوفوا الراي ديال سي لجنة. سي لجنة واش كتقول؟ وسلام على رسول الله إلى الشيلة سيدنا محمد والله ما جا العري. ما عندي ما يسالكم، برافو عليكم، قراب للريتم ديال حسبني طماع ديال حاتم عمور، برافو. إذا النقطة الأولى كيربحها الفريق ديال سويلح زكريا عبوب وعصام كمال. أنا ما كنتش شاك لأنه معاهم عصام، راه كنظن بأنهم غيقربوا. غادي نعطيهم مقطع ثاني وغادي نشوفوا واش فعلا غادي يقربوا ليه ولا لا. جابهم هادشي اللي كان جابهم سير 6 2 1 ميوزيك. حفظتي مقطع مفهوم. صافي خلي خلي هذيك رديها، خلي هذه راه ديال العلوه ديال كتبغي الدق. يلا مشينا نسوي ثلاثة جوج واحد المزقيطي مشات فيها واحد توب. سي لجنة عجيب سويلح، برافو عليهم، ما عندي ما يسالكم، تبارك الله عليكم، ونقطة أخرى لهم. إذا جوج ديال النقط سويلح زكريا عبوب وعصام كمال، شكرا. واش بغيتوا طلبوا واش بغيتوا؟ سويلح راه تنقول لك عزف ماشي شتف، كاين فرق ما بيناتهم. سمعتي شنو قال لك؟ باطري شوية كيكون مولاه منيرفي. تبارك الله عليك، شكرا. غادي تلتحقوا بالاماكن ديالكم وغادي نستقبلوا الفريق الثاني، عمر لطفي، سلمى رشيد ويسار. غادي نشوفوا واش فعلا غادي يتمكنوا من انهم يقربوا من تقليد المقطع اللي غادي يستمعوا. انا هنا الحظ اللي عند الفريقين بجوج، في كل فرقه كاين موسيقي. الفريق الاول كان عصام كمال ودابا كاينه سلمى رشيد. كنظن بانه هذا عامل كبير. اجرا ناقصه شي معلقه هنا، شي معلقه ناقصه هنا. حنا مكسكسي راه تما راه كلشي تما. هاي هاي شتا ناقصه معلقه. برافو عليك. اجي اضرب الباطري. الله استراتيجيه مهمه. تحول والو، علاش بدلتوا؟ شكون على قياس الله. يلا سي لجنة تفضل. ستوب. لا بلاتي بلاتي سلمى. اصبر. سلمى كانت كتستغل الموسيقى وكتعزف معها يعني. يلا سمعتوا المقطع بلاتي سلمى؟ سمعتوا المقطع؟ واضح؟ يلا ثلاثة جوج واحد توب. بلاتي غنضرب هنا. بارك الله فيك. بلاتي بلاتي اشي درو كيشربوا في هاد الوقيته غير ما شربوش وصافي. جيب واحد كاس. ريح دابا باش كيا الايقاع. سير سير شرب. ريح يا سار، ريح. خلينا داسم. صافي خسروا لا خسروا. لا لا باقي. سير سم. سي لجنة نعاودوها. ولا حنا ما حنا لا دابا انا ما كاينش. انا ملي نتوما دايرين الفوضى ودايرين ما بغيتو انا ما كاينش. ايوا سي لجنة خصك انت تدخل شويه. والله يرضي عليكم، راه هادي مسابقه وعندها قوانين ديالها. يا غتعطونا الريتم يا غادي تنسحبوا من هاد المسابقه هادي. يلا واضح. يلا ثلاثة جوج واحد بعد عليا. اخر فرصة عندكم في المرحلة الأولى. ميوزيك تفضلوا. بس 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 ب
من بعد شنو وقعنا بحال بداو الغش داكشي ديال الغش نعاودو غير نسمعوا لا لا ما عندكمش الحق ما عندكمش الحق الله يرضي عليك برافو عليك الشي لجنة صفر في هذه المسابقه هذه تبارك الله عليك النقطه هذا صفر النقطه عندكم عمر هنا 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 عطيه عطيه فرصه وانت عوض ما تضيعوا الوقت راه باقي عندكم مرسى اخر وخلينا نعاودوا عطيونا الريتم ديالكم باقي عندكم مرسى اخر غير انا السي لجنة ما عرفتوش متفق معايا ولا لا المقطع اللي سمعناه ديال الدوزي شكل وما عطاونا مقطع قريب الاحواش لا ترارا لا لا الريتم يا قايسان معقول معقول خاصه من ساعه لا هو كاين فرق ما بين هذا الفريق والفريق الاول لان الفريق الاول كاين بيناتهم واحد الانسجام نعم مي هنا كل واحد كيلغي بالغاه بالتالي هذا هو الفرق بينهم مطلوب منهم الانسجام وغادي نعطيهم فرصه اخرى في المقطع الثاني تجيب لنا الهضره ثلاثه جوج واحد ميوزيك حرام عليك لا لا دابا دابا غير سمعوا دابا غير سمعوا والغناء سني سمعت الغناء بلاتي مازال ما عطيتكمش ما عطيتكم الانطلاقه لا والو نتوما خاصكم تتفقوا شكون اللي يدير شنو وشكون اللي غيغني حيت الاغنيه راه فيها الغناء غني يلا ياك يلا ثلاثه جوج واحد توب الله يهديك اخويا فوالا ستوب كنظن في هذه اللحظه هذه ما غاديش نتوجه للسي لجنة لانه معنا صاحب الاغنيه عصام كمال اغنيه ديالك خرجات لي زونفو دادو ما عرفتش واش شنو رايك في هذا الاداء هذا ديال هذا بغض النظر على انك من الفريق الخصم قول لنا قول لنا الراي ديالك هذا الانسان نزيه على الاقل نزيه ياك يلاه صح عصام تفضل سي عصام باش تقول كلمه الحق خاص توقف تفضل عصام ما ديرش من قلة الصور لا 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 حاشا 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 هو صراحه ماشي حيت انا مع هذه الفرقه هذه ولكن راكم شوهتوا بيا واخا هذا كان الراي ديال صاحب الاغنيه ولكن صاحب الاغنيه ما يمكنش الراي ديالو اعلى على الراي ديال سي لجنة سي لجنة الراي ديالي هو برافو عليكم ميرسي 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 غير ضد عصام كمال باش يتعلم يهضر في بلاصتي غير ضد فوالا برافو عليكم عندي ما يسالكم ونقطه اخرى لكم تبارك الله عليكم هاد سي لجنة هادي ما عمرش شي لجنة فيها واحد سي لجنة هو راه فيه بزاف ديكتاتور هذا تبارك الله عليك اذا سي لجنة وصلنا للنهايه ديال اللعبه ديالنا ممكن تعطيني شكون الفريق الفائز في هذه الحلقه هذه الفريق ديال سويلح عنده جوج نقاط والفريق ديال سلمى رشيد عندهم نقطه وحده لانهم تيتفلاو بزاف وبالتالي الفريق الفائز هو الفريق ديال سويلح زكريا عبوب وعصام كمال غادي نطلب منكم باش تجيو معايا مشاهدينا وصلنا النهاية ديال البرنامج ديالنا دينا معكم أوقات رائعة أجواء رائعة عشناها معكم كاملين ضيوف ديالنا كانوا متميزين غادي نضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة أخرى وضيوف أخرين برنامج كي كنتي السلام عليكم